اللي عم تحكي؟ انا تهاني. انسة تهاني، حضرتك عملتي لي هالمكياج ولابستي لي هاللبس، انت عم تستقبلي عرسان ولا زباين المنتجع؟ لا طبعا زباين المنتجع. اها، لكن بتغيري لي هذا اللبس وهذا الشكل لو سمحتي. انا شايف انه كلامك كثير منظوم وصح. بعدين انت ليش مخلي دقنك طويله؟ ليش ما حلقتها؟ مو عرفان المس ميسون سلحب جاي اليوم؟ لكن ما عرفان انه دخلني. حبيتها كثير، بعدين شو ما دخلها؟ انت حبيبي وانا موظفه في هذا المنتجع. زوربا، علشان يكون عندي امل وبلاش تبوسني فعليا. ماما وين العالم؟ يا صباح الخير. أهلين أبو رامي. يا سلام، مبين علي عم تعطيهم معلومات مفيدة كتير. تعرف هي الأنسة ميسون الظاهرة عنا فهيمة كتير. شو عرفك اسمها ميسون؟ لا لا، بالصدفة مبارح تهاني قالت لي اسمها. بالصدفة تهاني قالت لك اسمها، ما هي؟ مثلاً نيفين وكوكب. نعم. انتو الهاوس كيبينج صح؟ صح. بدي اسألكن سؤال، اذا البحر ازرق والسما زرقاء وانتو لابسين ازرق، بدي افهم شلون الواحد بده يفرقكن؟ والله معها حق، طالعين مثل السنافر بالازرق، خاصة هذيك سنفور غضبان. يا بنتي الله يخليكي، والله ماني متعود على هيك وقفة. مين اللي عم بيحكي؟ ابو علاء. ابو علاء الطباخ؟ انت متأكد انك طباخ بالمنتجع ولا شوى على البحر؟ طال عمرك شو غليصة. على كل حال من بكرة بدك تغير لي هذا اللبس. في حدا عنده اي اعتراض؟ في حدا عنده اي سؤال؟ انا عندي سؤال. انا ما بحب الاسئلة، فيكن تروحوا هلا على شغلكن، يعطيكن العافية. استاذ منصور، استاذ انا عنتر كهربجي. بعرف، يعني انا ما في داعي اجي احضر دروس ولا غير، لانه انا مو موظف رسمي، انا كهربجي، ما بشوفوني الزباين، بشتغل لحالي فوق او تحت او. واذا يعني ما في عنا هون موظف رسمي وغير رسمي، بتجي مغير لبسك وحالق دقنك؟ ما عنا دقن ممشطه هون. لا ما عرفت انه دخلني. يلا اهلين، مع السلامه، يعطيك العافيه، تفضل على شغلك. رامي اخي، هلا هي من الموظفات تبعك شيء؟ لا ما انا موظف عندي. ايه خلص لك، انا وعدتك انه ما اقرب على ولا وحده من موظفينك، اما هي ميسون برا اللعبه. لك يا ابو رامي، انت ما سالت حالك؟ بركه كانت مخطوبه مجوزه عشانها يا اخي. لا لا لا، بالصدفه سالت تهاني وقالت لي انه ما لمس زوجه. كيف ختيار النحسلة؟ اخ منك يا خالتي. انت يعطيكي الف عافية، الحقيقة بتطيري العقل وانت عم تعطيهم درس. مين حضرتك؟ لك حضرتي المدير ابو رامي، جوز خالته لشفيق. ايه جوز خالته السابق. هي صحيح على زمتي بس على الورق. خير في شي؟ بدي اقول لك كمان على شغلة، يعني انا شريكه لشفيق بالمنتجع، بس هو ما بيحب يحكي قدام حدا. تشرفنا ابو رامي، انا بهنيك على هالشراكه. يعني بصراحه حابب اسمك على فنجان قهوه. للاسف انا مشغوله كثير، لازم كفي شغلي مع هدول الموظفين. ايه وانا بروح معك كمان، انا بستفيد. ما في مانع، تفضل. انا حابه اروح بس على مكتب المحاسبه، بس ماني عارفانه من وين. ايه تكرم عينك، شرفي. تفضل تفضل. قديش الساعة هلأ يا آنسة؟ عفوا بس أنا بالعادة بتأخر شوي.
هاي كلمة أنا بالعادة بدك تمسحي لي إياها من ذاكرتك. يا أنسة، أنت اليوم راحت عليكي محاضرة أهم من كل شي تعلمتي بحياتك. أنا حطيت فيها خبرتي. مزبوط عمو، راحت عليك محاضرة مهمة كتير كتير. عمو نورة، ما بصير هيك. ايه خلاص، المرة الجاي ما بتأخر. مشان تتذكري أكتر رح ساعدك شوي. اخصمي إجرة يوم من معاشك، هيك ما بقى تنسي أبداً. حضرتك عم تشتغلي على أي برنامج؟ على إكسل. إكسل؟ من يوم ورايح لازم تشتغلي على برنامج إكسس الأحدث. بس أنا ما بعرف أشتغل على هذا البرنامج. والله إذا ما بتعرفي، في ناس كتير عاطلين عن العمل وبيعرفوا يشتغلوا على هالبرنامج، مو هيك يا أبو رامي؟ مزبوط. تفضل. لا لا، تفضلي. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي، شو صارمة وقوية. طبعا يا أبو رامي، الصرامة والجدية مطلوبة بشغلنا. يا عيني عليك، بتجنني وأنت جدية. لك وين الريسبشن؟ أهلين مس ميسون. أنت شو عم بتساوي هون؟ شو عم ساوي هون؟ هون مكاني، وين بدي أقعد لكان؟ مزبوط، هون مكانك، بس واقفة مو قاعدة. شو عم بتساوي تحت؟ شو عم تعملي؟ عم تقري للفنجان؟ ولقيتي لها العريس بالفنجان؟ لا والله لسه. عالطريق. إجازة؟ يومين. مشان شو؟ أي مس ميسون هيك بدها. شو دخل مس ميسون بالإجازة؟ قال بدها يعني يغير اللوك تبعي. قال ما عجبها، مع إنه أنا عاملة جهدي فيه وهو كتير جديد. بس والله الفكرة حلوة كتير يا تهاني. أم بلا، يعني إذا الموضوع لمصلحتك ليش لا؟ اسمعي، بكرة بس تخلص الدورة اللي عملتها ميسون راح أبعتك يومين إجازة تزبط اللوك تبعك. شكرا معلم شفيق. الحب جميل اللي عايش فيه، الحب جميل. طيب السندويش يا حبيبي. لك بتجنن لو فيني أكلك. يا سلام على عصافير الحب. تاركين الشغل وقاعدين عم تتغازلوا. لا مس ميسون، نحن ما عم نتغازل. هذا الرجل الذي يمثل أمامك هو خطيبي، هاي أولاً. ثانياً أنا جبت له سندويشة وراجع المطبخ على شغلي. وهي السندويشة من برا المنتجع ولا من المطبخ؟ من برا، من المطبخ. أبو رامي. نعم. اضرب لي 130، قديش بيطلعوا؟ 3000. يا أنسة، مخصوم منك 3000 لحتى أكون عادلة معك. 1500 منك و 1500 من خطيبك، صحتين. يبعت له حمى هلأ، صار شاطر بالرياضيات. لك ايه؟ لك ايه؟ كمان النظام حلو حبيبي، كل يوم عملت لك صنبيشة وتاكلها. حق معي يا موف. خلاص. شوف لي شلون طالع لبسي حلو؟ لك قلي. ما بشتح لي جرافي، يعني ما بشتح لي جرافي. لك صلي 3 سنين ايده يمين للمعلم شفيق ومدير اعماله. وليش عم تقول لي هذا الحكي لإلي انا؟ كنت تقول لها يا لإلها ولا خفت؟ لا ما خفت، بس ما فكرت عم تحكي عن جد. طيب اسمع مني، هلا انت غير واعمل مثل ما قالت لك هي، ومنروح لعند المعلم شفيق بنشوف شو رايه. ما بشتح الجرافي، يعني ما بشتح الجرافي. حلو ظريف، افتلوا لشوف. حلو. بس 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 زور بحطلي على راسك. افتل لهون شوي، بالعكس. بس بس هاي شد المطاطة لشوف. هاين عليك يا زور، بشو حلو لك طالع خلج نظيف. عجبك معلم؟ كتير 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 حلو. يا سلام عليك يا زوربا. عزوز شبك ليه زعلان؟ معلم حضرتك الله يصلحك ما سجلت آخر 3 ترفيعات إلي هون بالمنتجع،
مس ميسون لما رجعت على السجلات عرفت انه انا اول ما تعينت هون تعينت متر، قام رجعتني كيلو متر لورا. وهي مشان شو؟ مشان الرجعة معلم. حلو كتير كتير حلو. شفتوا؟ وقت بيجيب واحد اختصاصي اكيد بيحدث وبيطور اليات العمل. برافو كتير زرافه كتير حلوين. بدي همتكم بالشغل. ها يلا كلنا على الشغل. يعطيكم العافية. عزوزة شك لابس؟ شو رأيك بشكلي؟ معقولة كل هالقد تأثري؟ عمو شفيق هي الأنسة ميسوم دياني يشتغل على برنامج أنا ما بعرفه، يعني عم بشتغل على الإكسل وما أحلاني، شو بدها بهذا البرنامج الإكسس؟ عمو يعني هذا اللي أنت حكيتي عنه بيفرق كتير عن هذا اللي حكيت عنه ميسوم؟ عمو هذا البرنامج الإكسس كتير معقد. هذا اللي حكيت عنه يعني هي ما بدها يا ميسون، بدها هذا الجديد المعقد؟ يا عمو هو يا عمو انت بتعرفي قديش انا بعزك وبحبك وبابا رفيق عمري ما هي؟ بس يعني انا رأيي بصراحة بصراحة حطي الإكسس بين عيونك وقولي يا رب. يعني ميسون احنا جبناه اختصاصي مشان نطور الشغل عنا، ما هيك يا عمو؟ لازم تتعلمي على الإكسس يا حبيبي ولو ضروري كتير ما؟ ايه يلا عمو الله معك على شغلك. الله معك. على هذاك ما عم يزبط معك، هلا على هذا بده يزبط، بس الاكسس ضروري يعني ضروري. اخ يا راسي يخرب بيتي من حالها. مس ميسون السلحة بالزفت اللي جابونا اياها، جاي تربينا وتعلمنا ولا جاي تشحتنا؟ يخرب بيتك يخرب بيتك. اول ما اجي شهر العزوز وشهر العنتر وشهر الزوربة خصمت لهم اياهم، واليوم 3000 ليرة، 1500 علي و1500 على العنتر. مو حرام عليها؟ عم نكوم حالنا، نحن عم نكوم حالنا، مو حرام عليها؟ الله يخليني اذا بخلي ريح المنتجع. خلص ضيفين، مو لابق لك بنوبها حجر. لك الله لا يوفقها، حاسس راسي صار مثل الطبل من بعد ما وقفتنا ساعة على شط هالبحر تحت الشمس. لك تقولي نتفق فيك نتفق فيك. ايه نيفين خلاص بدي نتفق هيك. شو عم تعملي انت وياها بالمطبخ؟ عم نقي نعنع مشان الفتوش، بعدين احنا معنا مأوى اخر يا هون يا بالحمامات. بس انتو لازم تكونوا عم بتنظفوا مو عم بتطقوا حنك. بس نحن خلصنا تنظيف اليوم. هذا الحكي قبل ما اجي انا، بس من وقت ما اجيت ما لازم توقفوا تنظيف. طول ما انتو بالوظيفة لازم تضلوا عم بتنظفوا، مفهوم؟ تفضل ابو رامي. مس ميسون، مس ميسون سلحب ممكن اطلب منك شغلة في مجال لو سمحتي؟ بس انه تلغي شغلة 3000 ليرة تبعتي انا وعنتر. شو رأيك ابو رامي؟ تفضلي. طبعا لا، يبعث لك عم ابو رامي. سبحان الله، لك الله استجاب لطلبي، طلبت منه يجي معني. وي الله ليش ما عني؟ اسعد لي حالي عليك هي. ايوه اذا بشوفك قاعد مره ثانيه رح يكون اخر يوم لك بالشغل. حاضر، بتمنى لما ارجع يكونوا كل الخضره مقطعه ومنظفه. امرك مس. ايوه مس، يعطيك العافيه. الله يعافيك مس. حبيبي قلبي وقفت لي قلبي. بيروا على العماء. لك انا ابني هالفضل، انا حاطط كلام على اشعر بقى لسه اللي عم يجي يشكي لك بنتي معلقات. ليك شفي، هاي مس ميسون كتير عم تضغط على نورة. ها أنا هذا الحكي ما بقبله. المس ميسون ما عم تضغط على نورة، بس كل الموظفين فاتوا اشتكوا لي منها، بس بيني وبينك هيك أحسن وأنا مبسوط. إيه لا مو هيك أحسن، مو كل هالقد يا زلمة، أنا ما بقبل بهالحكي نهائيا. معلش يا أبو نورة، هيك أحسن لمصلحة الشغل، الموظفين كل فترة بدهم رصة. شو يا جماعة؟ موافقين كلنا على الإضراب؟ أنا موافق. وأنا موافق. خلص من بكرة ما حدا بيجي مننا على الشغل. برافو عليك يا أبو علاء، وهي رح تكون رسالة للمعلم شفيق مشان ما يسخى فينا كل هالقد، وما حدا منا بيداوم بالأوتيل لحتى تنقلع مس ميسون. إيه وأنا بقول لنيفين، وخلي نيفين تخبر كوكب مشان كوكب تخبر تهاني. إيه توتي عمي أبو علاء توتي. وأنا بخبر نورا. Da 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 da
ماشي يا ابو علاء انا برجيك. ايوه حتى انت بروتوس. الله لا يعطيكم العافيه. دير قلبي زوربا زوربا. ولك ايه في غسل وشك وخلينا نروح نداوم بقى. يلا شو لك مو اليوم اضراب؟ لك انا اضراب انا اضراب هاد ما حدا التزم بهالاضراب غير انا وانت. تفضلوا هاي الغرفة الأولى وهاي الغرفة الثانية. أنا زبطت هالغرفتين ليكونوا نموذجيات لاختبار الروم سيرفيس بسرعة التنظيف. اللي رح تخلص بالأول إلى جائزة، بس اللي رح تخلص بعدين رح تنظف كل الغرف بهذا الطابق لحالة 3 أيام. يلا تفضلوا. كوكا هاي غرفتك. ليفين نعم هاي غرفتك. حاضر. يلا أنا عم بستناكم هون بسرعة. كذب 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 كذب. العمى بقلبها بقى هنا قد ما نطلع لنا إذا انجعرت قدرني لحظة نظف هدول. يا أنا يا أنتي هدول. تعرفي أنا بحياتي كلها ما شفت فهمك وبرزانتك. أخجلتم تواضعنا يا أبو رامي. إيه أنا ما فيني شوف هيك أضامي وإسكوت. من بعضي ما عندكم. بعدين أعجبتيني كثير لما عم تعطيهم الأوامر، خاصة هدول التنتين بدو الرأس. ولا يهمك أبو رامي. لك شو صار معك يا كوكب؟ نعم ما خلصتي؟ لا ما خلصت وما رح أخلص. ليش؟ لأنه في شي سند البلوعة عم طحفت الغرفة كلياتها بالمي. يعني فين شو صار معك؟ مس ميزوز الحب؟ الأوضة طايفة طب بالمي أنا. طيب يلا بلا دلع خلصوا شغل والحقوني. ألو معك الريسبشن؟ شبه البلوعة؟ طافة؟ فورا ببعث لك الموظف فورا. ألو البلوعة؟ عفوا معك الريسبشن. كمان بلوعة؟ شبهها طافة؟ سادة؟ ماشي ماشي فورا رح ابعث لك الموظف. شو موضوع الموظف؟ كل البلل يا سادة. اف يا الو ابو امين. مرحبا حبيب. شفيق شفيق كيفك شو اخبارك؟ والله القلوب عند بعضها يا ابو امين حبيبي. شو بدي اقول لك؟ بعت لي ابنك امين. هو الموضوع مو هيك ابدا. شرفي تفضل. ما قلت لي هلا مين اللي فاز من بيناتهم؟ والله يا ابو رامي ما بين لحتى يفتحوا البلاليع ونرجع نعدلهم الاختبار. شو بدك تعيديلهم الاختبار من اول؟ ايه لك. اهلا وسهلا شرفنا يا استاذ. منتجع صيف يا ضيف يرحب بكم. شكرا. في حجز مسبق؟ سألتيني وانا رح جاوبك. انا امين. عفوا. انا امين ابن ابو امين. يعني أهلين عمي أمين. أهلاً يا سيد الفاضل حياكم الله. كيف أخي أبو أمين؟ والله الحمد لله دعيلكم بالخير يا سيدي مرونا. آخ يا عمي أمين آخ الأوتيل كله ما في بلوعة شغالة كله مسطوم. يا برو قلبي نحن لا يا سيدي. بدنا همتك. تكرم عيونكم يا سيد الفاضل. بالإذن بس أنا عفواً وين ممكن هي ارتيابي؟ جوا عند أبو علاء. طيب بالإذن يا سيدتي. بالإذن يا سيد الفاضل. ما شاء الله الله يهني ابو امين على الخلفه. انا صرت جاهز. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. ايش هو السرعه يا عمي امين؟ يا سيد الفاضل شغلتنا هي ولو. الله يهني لابو امين بهالخلفه. خليلي اياك
كوكب يا كوكب. نعم مالك. اطلعي مع عمي امين على الغرف لفوق وارجي البلدية على المصطومة. حاضر تفضل. عفوا وين الطريق؟ يلا بالاذن. سلامة. تفضل. بخيلة. انا جاهز اقدم لك كل شيء بدك اياه. عظيم كثير، انا هالكلام كثير بيعجبني. إيه شو رايك نشتري بيت صغير هيك على قدنا مشان نعيش انا وانت فيه عش العصفوره يقضينا؟ ليش يا ابو رامي نشتري بيت؟ خلص منعيش هون بالفندق. ها بالفندق؟ ايه ليش لا، انا حلمي اني اعيش بالاوتيلات، اصلا انا مقضي عمري بالاوتيلات. اي بس ما فينا نضل هون نعيش على طول، يعني مشان ما نحرج شفيه. وليش لحتى نحرجه؟ انت شريك مثلك مثله، اذا ما عجبه يبلط البحر. بصراحة انا ما نشريك ولا شفيه، انا كذبت عليك مشان اقدر احكي معك. كذبت علي؟ ايه. مالك شريكه؟ لا. طولي بالك طولي بالك بيسو. الله يعطيك العافية يا عمي أمين، وبصراحة أخي أبو أمين بينحسد على الخلفة ما شاء الله. الله يخليك، ولو يعني نحن ما عملنا شيء أصلاً، هو ما في شيء مستاهل، ما في شيء حرزان. عمي أمين خبرني، يا ترى شو أسباب هذا الصدمة المفاجئ؟ أها يا سيد الفاضل، سألتني وأنا رح جاوبك. هاد يبدو لي أنه في حدا حاطط رمل بالبلالية، وهي كمية الرمل كبيرة كتير، وبتصوري العملية مقصودة. شو هالحكي؟ مقصودة؟ أنا بعرف من حط الرمل بالبلالية. مين يا كوكب؟ سألتني وأنا رح جاوبك. هاي المس ميسون كانت عم تعملنا اختبار نظافة أنا ونيفين لتشوف قديش نحن شاطرين بالتنظيف، قامت حشت المغاسل كلها رمل وتراب مشان تشوف قديش نحن شاطرين بالتنظيف. العفو. حبيبتي اسمعيني حبيبتي. حبك بورسي يا أبو رامي، حاجتي لي حبيبتي. استاذ شفيق انا كنت جاي لعندك. وانا كمان كنت جاي لعندك. خير في شيء؟ انت اللي حطيتي الرمل بالبلدي؟ طبعا. اسمعيني منيح لك يا مس ميسون، انا الناس اللي بيشتغلوا عندي هدول عيلتي وهدول اهلي وناسي، وزعل اي واحد فيهم ما بيهون علي ابدا، واي واحد بده يفرق بيناتنا لسه لحد هلا ما ولدته امه. لذلك وباختصار هذا المنتجع لك وهبيني اياه. اصلا هذا المنتجع فاشل، انا مكاني مانو هون. اطلب لي تاكسي يا ابو رامي، بدي اجيب اغراضي. تكرم شفيق. يا سيد الفاضل انا خلصت، تأمرون شيء؟ الله يعطيك العافية يا عمي أمين. الله يعافيك. وأمانة بتسلم لي على الوالد بتقول له بيقول لك المعلم شفيق الله يهنيك بهالخلفة. الله يسلمك ويخلينا إياك بيوصل. عمي أمين. شو رأيك تتوظف عندي؟ يا سيد الفاضل أنت سألتني وأنا رح جاوبك، يعني الموضوع بده شوية تفكير. يعطيكم العافية. ما شاء الله ما شاء الله، ورشة متنقلة، الله يهنيك يا أبو أمين. أعطيني عليك أعطيني إذا تريدي. خلاص. طيب حبيبتي أعطيني رقم تليفوني إذا تريدي. صوتك
احكي صوتك.